خير واهلا بيكم في لمتنا الحلوه. النهارده معايا نادين الجداوي. مساء الخير يا نادين. مساء الخير يا رانيا. احنا طبعا كلنا عارفين ان دايما مشاكل الجلد والبشره والحبوب واي حاجه بتظهر في جلدنا بتاثر على شكلنا، لكن كل التقنيات الجديده اللي بتطلع الحقيقه بتبقى زي السحر، بتخلص على كل حاجه وبتخلي شكلنا جميل. وعلشان كده دايما مركز نبض بيفاجئنا بكل التقنيات الجديده. والنهارده هتبقى معانا دكتوره ايمان الشربيني، استشاري الجلديه والليزر بمركز نبض. مساء الخير يا دكتور. مساء النور رانيا نادين. مبسوطه ان انا رجعت معاكوا تاني. احنا مبسوطين اكتر. على فكره احنا لازم نفكر كل مشاهدي اللمه الحلوه ان العرض ممتد في مراكز نبض لمده اسبوع كمان، وده برضو علشان خاطر اللمه الحلوه، مش كده؟ مظبوط، عشان خاطركم انتوا وعشان خاطر جمهورنا اللي احنا بنحب دايما نسعده. والخصومات هتصل الى قد ايه؟ تصل ل 50%. اوكي تمام. طب كل حاجه؟ كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل, كل حاجه كل حاجه. اوكي. واحنا كمان يعني كل مشاهدين اللمه الحلوه واللي في اللمه الحلوه واللي في اللمه الحلوه اكيد هم لهم خاطر كتير عندنا، وكل مشاهدي اللمه الحلوه خاطر كبير جدا. وهنعمل عروض دلوقتي وبعدين علشانهم. طيب يعني احنا لسه قدامنا لحد يوم الخميس، لغايه يوم الخميس، لحد يوم الخميس باذن الله. تعالي الاول نتكلم عن ايه الاجهزه الجديده اللي طلعت ودورها ايه في ان احنا نعالج بشرتنا ونخلي شكلنا جميل وامور كده زي كده يا دكتور. ميرسي يا رنا. مش هنقول الاجهزه الجديده هي ايه وازاي وليه، لان احنا مش بنقف. انا لو كل يوم صحيت الصبح وفتحت النت هلاقي فيه جهاز جديد بيعمل تكنيك جديد، بيشتغل على انديكيشن او حاجه احنا بنشتكي منها وبيديني نتائج كويسه جدا، او ان انا بعمل ابديتنج لجهاز كان موجود عندي او اكتشفت له شغل جديد. طب ايه احدث جهاز؟ خلينا نقول احدث جهاز عندنا احنا. ايوه. احنا عندنا جهاز، ولو انا حطيته في عياده او مركز هو كافي، بيحل مشاكل كتير جدا. اندياج ليزر. هو جهاز منتشر، مش هقول ان هو حاجه يونيك قوي، يعني هو لو انا بفتح عياده او مركز النهارده يبقى انا محتاجه اول حاجه احطها الاندياج، لان الجهاز ده بيحل لي مشاكل كتير جدا. بستخدمه ممكن في ازاله الشعر، بستخدمه كمان في الوحمات الدمويه، وده حاجه بقت بنشوفها كتير دلوقتي بكل اشكالها. بستخدمه على الشعرات الدمويه اللي كلنا بنشوف ان مثلا لو طلع عندنا شعرات دمويه في السيقان او في الوكه او كده بنحس انها شويه عامله تشويه، بنستخدمه على بعض انواع من الجروح، فهو جهاز هايل جدا، وفي كل الحاجات دي بيدي نتائج جيده جدا. والفيديو ده بيشرح لنا احنا بنعمل ايه. احنا عندنا شعرات دمويه على الانف وبنشيلها بالاندياج ليزر. كمان بيشيل الشعرات الدمويه؟ بيشيل الشعرات الدمويه، بيقفلها خالص، بيعمل لها كلوجر، بيقفل الشعيره الدمويه والتبعيه بتضمر وخلاص بتروح والشكل بيرجع طبيعي. طب دكتور، من ضمن المشاكل اللي حضرتك قلتيها هي الوحمات الدمويه. تمام. ايه بقى الوحمات الدمويه دي وهل ليها اشكال معينه؟ الوحمات الدمويه دي حاجه ممكن الطفل يتولد بيها او تظهر له في خلال شهر من الولاده. ده عباره عن تجمع دموي في شكل شعيرات او ممكن اوعيه دمويه اكبر. أوكي. فبتبقى ساعات مسطحه، حاجه زي البورت واين كده لونها لون النبيت، او حاجه زي الاستروبري هيمانجيوما، دي بتبقى عامله زي الفراولايه كده. الام طبعا بتبقى منزعجه جدا من فكره ان طفلها بيتولد بحاجه كده، يعني بتبقى تعتبر نوع من التشويه. انا دايما بنصحها استني، ممكن في خلال سنتين تختفي، بتختفي اوتوماتيك من غير اي تداخل. بعد السنتين احنا بنبقى محتاجين ان احنا نشتغل نقيم الحاله ونشوف هل هي عامله مشاكل. هي ساعات بيبقى فيها نوع دي صور لاشكال الوحمات، مش دي شكل من اشكال الوحمات اللي هو وحمه دمويه بيتقال عليها بورت واين، او شكل النبيت، لون النبيت، اللون اللي هو على محمر شويه او اغمق شويه ممكن تكون. طب وبعد كام جلسه ببتدي احس بنتيجه؟ هي من اول جلسه بتبين، يعني احنا جبنا الجهاز بقالنا حوالي شهر اشتغلنا بيه مثلا سي جلستين، لان انا بعمل ما بين الجلسه والجلسه شهر، شفنا نتائج هائله لحد دلوقتي. يعني من اول جلسه على طول؟ من اول جلسه ضروري المريض بتاعنا بيشوف نتيجه كويسه، وايا كان شكل الوحمه وايا كان شكل الوحمه هي من اول جلسه بتبين نتيجه فرقه. حتى لو الوحمه دي وحمه نمشيه؟
الاندياج ما بيشتغلش على الوحمات الصبغيه خالص. هو بيشتغل على الوحمات الدمويه اللي الايتم الاساسي فيها الحمار، يعني انها تبقى حمار. احنا بنشوفه حمار، لكن هو بيبقى شكل اوعيه دمويه او شعيرات دمويه متضخمه او زي كده يعني، زي ده. وامتى تختفي خالص؟ هو طبعا بتكرار الجلسات، يعني احنا ممكن نوصل من 6 ل 10 جلسات بنوصل لنتيجه ان احنا خلاص اتمسحت. احنا جبنا دي بيتقال عليها الهيمانجيوما، ستروبري هيمانجيوما، شكل الفراولايه. الله، هي شكلها جميل فعلا كده، بس برضو بتبقى مزعجه شويه لان ساعات بيحصل منها نسف، ساعات بيحصل فيها تقرح، يجي عليها التهاب بكتيري. فطبعا يعني اكيد احنا بنحاول. دكتور، هي الوحمات دي فعلا الست لما بتتوحم وكده ولا؟ لا طبعا دي فكره، كونسبت غلط. انا كنت فاكره ان دي حقيقه بس طلعت لا خالص، لا حقيقي، لا ملهاش علاقه خالص. طب دكتور، اي حد ممكن يعني اي سن يبتدي يعمل يستخدم الجهاز ده؟ من اي سن ببتدي بالنسبه للوحمات؟ من بعد سن سنتين انا ممكن اتداخل اشوف الحاله واقيمها وابتدي اشتغل معاها. طب ايه الحاجات التانية، ايه المشاكل التانية اللي ممكن الجهاز ده يعالجها؟ احنا قلنا كمان ان هو بيشتغل على الشعيرات الدموية، وده انديكيشن موجود في حالات كتير، في ستات كتير وستات ورجالة بيجوا حاسين ان الشعيرات الدموية في سيقانهم او في بشرة الوجه بتعمل لهم نوع من التشويه، وشايفين انها شكلها مش حلو قوي. فدولت بننصحهم انهم يعملوا جلسات اندياج، وفعلا الشعرات دي بتختفي وبتدي نتائج هائله، وممكن المريض بتاعنا يعمل 3 أو 4 جلسات. بصي ده ايه ده يا دكتور؟ ده نوع من الالتهاب، نوع من الالتهاب زي حب الشباب كده، بيبقى جايب حمار شديد شامل الوجه، واحنا ما بنشتغل عليه بالاندياج بيروح. طب دكتور، دلوقتي اكتر المشاكل اللي بتضايق طبعا الستات، عارفه يا نادين لما البنات بتتخن وتخس وتبقى حامل وتولد، السيلوليت والستريتش ماركس. هو كمان بيعالج السيلوليت؟ لا لا، هو الاندياج مش الجهاز الخاص هو جهاز كويس جدا، بس طبعا احنا لما بنوظف كل جهاز على الانديكيشن المفترض استعمله عليه بوصل لاحسن النتائج. فبالنسبه للستريتش ماركس، احنا بنشتغل بحاجه بجهاز احنا اتكلمنا عليه قبل كده، وقلنا جهاز الكيو سويتش ليزر، ده جهاز جيد جدا وبيدي نتائج. برضو انت عارفه رانيا نادين ان احنا بنبقى ماسكين الهاند بيس بتاعت الجهاز، وكان احنا بنمسح، انت جايبه استيكه وبتمسحي بيها الستريتش ماركس، بيحصل تحسن وانت بتشتغل. طب والجهاز ده يا دكتور؟ ده الاندياج ليزر، والحاله اللي احنا كنا بنحكي عليها قبل كده، اللي هي الحب الشباب الملتهب اللي هو بيجي معاه احمرار شديد بالوجه، بيدي نتائج حلوه جدا فيه. اوكي. طب دكتور، زمان بقى كانت الناس تيجي تعمل تاتو فجاه تكتشف انه لا انا مش عايزه اشيله، ان هو شكله مش حلو بالظبط. هل دلوقتي برضو الجهاز ده ممكن يشيل التاتو؟ الجهاز ده من الاجهزه الجيده جدا في ازاله التاتو، وعندنا كمان جهاز الكيو سويتش ليزر من الاجهزه برضو الممتازه جدا في ازاله التاتو. فاحنا عندنا اكتر من مانوفر او جهاز بنشتغل بيه في ازاله التاتو، وبنرجع نقول للمريض احنا يعني مش هناخد جلسات كتير، وفي النهايه انت بتوصل لازاله كامله للتاتو من غير ما نعمل اي تشوه للجلد. طب ده حل برضو. ده هو كده. واو ايه ده؟ ده اصل في ناس تكتشف ان هي لا انا زهقت من التاتو عايزه اشيله. ده الكيو سويتش ليزر احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، وقلنا احنا ده بيوجع، احنا يعني بنحط مخدر قبليه، يعني هو طبعا شغلنا دايما بيبقى فيه شويه ألم نسبة بسيط. نسبة اكيد ألم. بس يعني بنعرف يعني نتحايل عليها، عامل زي الاستيكه يا دكتور، كانك بتعملي بالظبط. احنا عندنا ليزر الاستيكه. بس ده اختراع، ده اختراع بجد جدا يعني. اختراع تمام. ولا بيعمل اي التهاب بعدها ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه، احنا بنحط مجرد كريم بسيط كده كام ساعه، ممكن تلج خلاص، المريض بتاعنا بيطلع مستريح كده. خلاص نادين، روحي اعملي التاتو اللي انت عايزاه كده اشيله نشيل بعد كده. طيب ايه هي انواع اثار الجروح اللي كمان الجهاز ده ممكن بيستعمل بنستعمله فيها، ولا الجروح دي ما بتستعملش فيها الجهاز؟ لا لا، هو الجهاز ده ليه حته معينه كده على الجروح، بصراحة أنا بشوفها فارقة جدا. اللي هو الجروح المتقرنة، الهايبرتروفيك سكار أو الكيلويد، في بعض الناس عندها نسبة الالتئام بتبقى أعلى من المعدل، يعني بتلتئم بنسبة فايبرس تيشو أو خلايا ليفية أكتر من المعدل، فيبتدي الجرح يالا ويبقى شكله مش مقبول، خصوصا لو في الوجه أو في الرقبة، المنطقتين دول بيبقوا صعبين جدا في الالتئام. زي هنا يعني، حاجة زي ده كده.
الاندياج ليزر ده جرح فعلا؟ ده جرح بس متقرن، هايبرتروفيك، في زياده التئام. فالجروح دي الاندياج حل سحري بالنسبه له. بيعمل ايه بقى؟ بيستهدي الجلد، وبعد كده بيبقى يخش بقى فكره ان انا اشتغل فراكشنال ليزر بحيث ان انا اشيل الاثر البسيط اللي باقي. عايزه تقولي لي ان مش هيبقى فيه ولا علامه؟ مش عايزه اقول لك، انا عايزه ابقى اوريكي. طب دكتور ده بيتشل على يعني على حسب الجرح اثاره قد ايه؟ بياخد كام جلسه؟ انا ضروري اقيم العيان بتاعي، يعني هل الجرح ده حديث ولا قديم؟ اتعمل فيه ايه؟ اتخيط ازاي؟ البيشنت نفسه مريضنا ردت فعله ازاي مع الجرح؟ في مريض بيبقى واخد مثلا جرح عميق جدا لكن التئامه جيد، فيجي لك يا دوبك خط كده نشتغل فراكشنال ليزر خلاص الدنيا اتظبطت. في مريض بيبقى ردت فعله تانية مختلفه زي الهايبرتروفيك او الكيلويد. كل ما تشيلي الجرح جراحيا او بالفراكشنال ليزر يرجع يعلى تاني. مفيش قدامي غير ان انا اخش الاول بالاندياج اظبط العلو بتاعه وبعدين اشتغل بالفراكشنال ليزر او ليزر التسطيح. اوكي. يعني احنا عندنا حلول وكل مرحله ممكن اتداخل بليزر مختلف. والعرض برضو لسه على الجهاز ده برضو؟ اكيد لك يا رانيا خلاص احلف. لا انا بشجع الناس، كل الناس اللي بتتفرج على اللمه الحلوه بشجعهم. تمام. طيب خلينا نتكلم بقى عن موضوع مختلف شويه، ندخل على البوتوكس والفيلر، وامتى بنستخدم او نحس ان لازم نتوجه الى دكتور ونشوف اذا كنا نستخدم بوتوكس او فيلر. مبدئيا انا بشكر كل الناس اللي وثقت فينا وفي عرضنا، لان في الفتره الاخيره دي انا جالي حالات كتير جدا اتشجعت لاول مره انها تشتغل بوتوكس وفيلر. جايز بعد ما انا قلت ان انا بعمل لنفسي، جايز بعد ما دي حاجه بتدي كريديبيليتي اكتر أكيد. كمان اكيد ولقينا اقبال شديد ان الناس تيجي الحاجات اللي هي سمعت عليها دي ومش عايزه تجربها، وحاسه انها جدا بتفرق، وحاسه انها بعيده المنال. يعني انا بيجي لي حالات احنا ما كناش متخيلين ان احنا هيجي لنا يوم نعملها، لان قد كده هي سمعتها انها حاجه مكلفه جدا، وفي الاخر انت بتحسي ان انت شكلك مش طبيعي، ويعني مش مستريحه ومستغربه نفسك. لكن لما احنا بدانا نتكلم عليها وقربنا الفكره البوتوكس والفيلر، انا لقيت فعلا طفره جدا في عدد الحالات واختلاف الاعمار، واي حد بيشتكي ممكن من سن صغير جدا الحاله تجيلك وعندها شكوى وبتتعامل معاها بواقعيه. يعني كان زمان ان انا مش هعمل لان انا سني صغير. طب ايه الصوره دي؟ دي خيوط، دي حاله خيوط. ده بعد ما ده لو الواحد بقى يا دكتور اتاخر عن ان هو يستخدم البوتوكس والفيلر. مش برضو مجرد التاخير، في ناس طبيعه جلدها انه بيتهدل اسرع من غيرها، واللايف ستايل بتاعتها مؤثره جدا بحيث انها التهدل عالي، واحنا بنبقى محتاجين لحاجه تشد بطريقة كويسة. فالخيوط بتبقى حل سحري بالنسبة له. ممكن من سن 35 و40 سنة ممكن نلجأ لخيوط. معنى كده ان في ناس ممكن يكون جلدها طبيعته انه بيتهدد؟ طبعا. طب ايه اللايف ستايل؟ يعني ايه لايف ستايل؟ تقصدي الاكل، نوع الاكل والنوم؟ طبعا هنقول الاكل والنوم والحالة النفسية، وضروري اقول الجنرال كونديشن، العيان ده مريض حاجة معينة، سكر، ضغط، بياخد ادوية معينة. هرجع اعمل ستريس جامد جدا على الحاله النفسيه، لان في ناس كتير صحتها جسمانيا فيزيكال بتبقى جيده جدا لكن هي نفسيا تعبانة، عندها مشاكل كتير. فبنبص نلاقي نسبه التهدل والتروه بتاعت الجلد مفقوده، النضاره رايحه. فاحنا بنبقى محتاجين ان احنا نعدل كل الحاجات دي علشان نوصل لنتيجه كويسه جدا بالنسبه للمظهر الخارجي للبشره. طب دكتور هل في سن معين مفروض اوصله علشان ابتدي اعمل مثلا بوتوكس او فيلر؟ ولا ده ممكن ابتدي؟ انا بشوف ان الكونسبت ده قديم قوي. يعني زمان كان دايما لا ده انا لسه صغيره عشان اعمل كذا واعمل كذا. فانا بشوف ان انا مجرد ما بشتكي من ان انا عندي بدات خطوط وبدات تجاعيد، يبقى ضروري اتصرف بواقعيه وبلجا للدكتور. طيب معلش انا اسفه هقطعك، بس احنا معانا تليفون، معانا جهاد من القاهره. مساء الخير يا جهاد. مساء الخير يا جهاد. الو. مساء الخير. ازيك؟ انتي بتتابعي عروض مركز نبض؟ انا بتابع. الحقي لحد يوم الخميس. لا انا عندي سؤال للدكتور. انا بس يعني انا قرايبي راحوا صراحه،
واستفادوا من العرض جدا ومبسوطين جدا. انا مش لسه واجهه يعني بقالي 3 اسابيع، فانا اتمنى ان مركز لقمة هي لسه والده وبقالك 3 اسابيع يستمروا في العرض شويه عشان الحق يعني استفاد من العرض. انا كمان في العرض قد ايه يعني لحد ما تفطمي؟ انا مش عارفه، انا يعني انا عايزه اسال برضو الدكتوره، هل ممكن ابتدي يعني استخدم العرض ده انت لسه والده؟ طيب خلاص هخلي دكتوره ايمان ترد عليكي. حضرتك سمعتيها يا دكتور؟ هي عايزه تستفيد بالعرض، هي ولدت تمام وبقى لها 3 اسابيع تمام. وبتقول ان هي عايزه تلحق تستفيد بالعرض تمام. هل ينفع ان هي تيجي من دلوقتي ولا ممكن نمد لها العرض شويه؟ احنا ممكن نعمل الاثنين عشان خاطر جهاد، عشان خاطر جهاد وجهاد واللمه الحلوه واللمه الحلوه يعني احنا ممكن، احنا عرضنا باذن الله لحد يوم الخميس، وهي تيجي تشرفنا بس. حتى لو مش هنبتدي شغل احنا ممكن نشوف البلان بتاعتها ونرسمها لها، وممكن نعمل لها اشتراك في العرض من دلوقتي يعني حتى لو هنأجل شغل معاها يعني شوية. يعني يا جهاد روحي وشوفي ايه الحاجات اللي انت محتاجاها وممكن تبقي تأجلي الموضوع يعني اللي انت هتعمليه يعني مش كده؟ مفروض هو اصلا ممكن بعد ما الواحده تولد ب3 اسابيع عادي تعمل اللي هي عايزاه؟ طبعا يعني هو طبعا بيبقى احنا محتاجين ان احنا نستنى شويه رده فعل الجسم الطبيعيه، في ان مثلا لو في تهدل يبتدي يتحسن شويه، بس في حاجات احنا ممكن نبتدي نشتغل عليها على طول، مجرد ما العينه ولدت وحاسه ان عندها مشكله يبقى احنا ممكن نحاول نساعدها او نوصل حتى لدرجه معينه من التحسن. اوكي. طب دكتور فكريني بقى بجهاز الكيو سويتش واللي هو برضو ظهر مؤخرا وعامل طفرة في علاج مشاكل البشرة. الكيو سويتش ليزر انا بشوفه من الاجهزة برضو الهايلة جدا، لان كل ما الجهاز بيشتغل على انديكيشن او حاجات المريض محتاجها بشدة ده بيديله قيمة. يعني حاجة زي الاستريتش مارك زمان دي ما كانش فيه لها حلول خالص، دلوقتي لما اشتغلنا بالكيو سويتش ليزر وصلنا لتحسن رائع. حاجه زي التاتو زمان كان العيان يعمله وبعدين يروح يدلق ميه نار، دلوقتي لا خلاص انت زي ما انت شفتي الفيديو كده انا مجرد ما بمرر الجهاز انا بمرر استيكه بمسح الـ 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 التاتو. الكيو سويتش جهاز سبيسيفيك للصبغه، يعني هو جهاز بيشتغل على الوحمات الصبغيه حلو جدا، النمشيه حلو جدا، بيشتغل على طبعا يعني الحاله دي عندها طبعا رهيب. واو. الكنف من الحالات الصعبه جدا اللي ساعات هو اللي فوق شفايفها ده، اللي فوق شفايفها ده كلف، واللي في خدودها وهتلاقي الكلف منتشر جدا في وشها. ودكتور هو ده تشيل في كام جلسه؟ يعني هو كل حاله بتفرق. سطحيه الصبغه وهي موجوده فين بتفرق، ان ممكن اشيله في جلسه وممكن مثلا اعمل 3 أو 4 جلسات بس. في النهايه هي وصلت لنتيجه هايله جدا. دي مش نتيجه هايله، دي واحده تانية، دي ده انسان اخر يعني. وايه الصوره دي؟ دي ايه برضو يا دكتور؟ دي الوحمه النمشيه، وحمه فيها شكل النمش، وده الجهاز بيدي فيها نتائج هايله جدا. احنا بنشتغل على جميع انواع الوحمات الصبغيه بكل نيفاس اوف اوتا، الوحمات الابيدورمال الديرما، يعني هو ليه اكتر من هاند بيس بتشتغل على الصبغه اينما كانت سطحيتها، فبيديني نتائج مع كل الحالات. طب انا هسالك، هي الوحمات النمشيه دي بتطلع ليه؟ اي وحمات بتبقى يعني نوعا ما مش معروفه انها بتطلع ليه، لكن غالبا بيبقى في لها سبب جيناتيك، حاجه فيها نوع من الوراثه. يعني ما حدش بيتوحم مثلا يعني انا كنت مقتنعه بكده ان في حد بيتوحم. لا الموضوع يعني مش هنقدر نقول ان ليه سيوري محدده ان انا هيطلع لي وحمه علشان كذا، لا ما فيش الكلام ده. هو مجرد تجمع خلايا صبغيه في طبقه معينه من الجلد ادت لي شكل الوحم. ليه بقى؟ احنا ما نعرفش. لكن سبب الوحمه ما نعرفوش. لا مش هنعرف ليه هي طلعت هنا وازاي وليه. ساعات بيبقى في نوع من الوحمات بيبقى لها حاجه جيناتيك، حاجه وراثيه. بس مش هنقدر نعمم القصه دي على كل انواع الوحمات. طب انا هسالك على البوتوكس، هل هو بيستعمل في اماكن تانية غير الوجه؟ البوتوكس ليه مال جميل جدا وبشوفه افكتيف قوي وضروري الناس تبقى عارفاه. زياده التعرق، الهايبر هيدروزيس، الناس اللي ايديها بتخر ميه على طول ورجليها وتحت الابط، البوتوكس بيدي حل
يعني ما فيش حلول اخرى الا عمليه ان انا اقرا اشيل العصب السابع والعصب الحائر، وده مشكله كبيره جدا اللي هو الفيجاس نيرف. فالبوتوكس بيحل لي المشكله دي، وفي 5 دقائق بتبقى الحاله واصله لنتيجه جيده جدا بالنسبه لزياده التعرق. وبرده في الرجلين، لو الرجلين اللي هي بتعرق، الرجلين والايدين وتحت الابط طبعا بيدي نتائج هايله جدا. اوكي. والفيلر، عارفه شكل الايدين يا دكتور بيبقى دايما في بعد سن معين كده العروق، مش بس عروق، تحسي كده ان الجلد مكرمش. منكمش، الجلد مكرمش والدهون اللي تحت الجلد مش موجوده، والعروق بدات تبقى سطحيه، والبقع اللي بدات تظهر. على فكره برضو يعني ممكن المشاكل دي كلها بتبتدي من سن صغير. طبيعه الحياه، طبيعه استعمال ايدينا، بنستعملها في ايه وبنحطها في ايه، بنحطها في مساحيق، بنستعملها بشكل مش صحي، بنستخدم صابون كتير، ده بيشلي طبقه الكولاجين وتبتدي الجلد يكرمش والدهون تبتدي تروح، ونبتدي نحس ان ايدينا شكلها مش عاطفي خالص. الصابون، امال المفروض اغسل ايديا بايه؟ لا، في ناس عندها نوع من الوسواس، يعني انا بستخدم صابون في حدوده، لكن في ناس عندها نوع من الوسواس، الوسواس النظافه دي، انا طول النهار واقف على الحوض بغسل ايديا كتير جدا. صح. فده مش صح طبعا. يعني تيجي الحاله هي نفسها مش عاجبها الحال ومحتاجه تداخل بسرعه جدا. يعني زمان كانت دايما تركيزنا على الوش، احنا عايزين شكل وشنا يبقى حلو كده وجميل، لكن دلوقتي برضو الايدين كشفه جدا لطبيعه الحياه، اللايف ستايل بتاع والستاندر بتاع الشخص، وازاي بيستعمل ايديه، ومجهد ولا مش مجهد. الايدين كشفه جدا على فكره. فالفيلر ممكن نستخدمه، ممكن نستخدم بلازما، ممكن نصحح بالهالورونيك اسيد اللي هو حمض الكولاجين. الموضوع بقى ابسط كتير زي ما انت قلتي الاول، ان احنا عندنا حلول لكل مشاكل البشره باذن الله. زمان ما كانتش الفكره دي يعني موجوده، دلوقتي موجوده وبنقدر نحققها. طيب انا اسالك برضو، احنا لو انت بيجيلك حالات بوتوكس، فيلر، بي ار بي، فراكشنال ليزر، كل الحاجات التقنيه، ايه اكتر حاجه بتجيلك؟ ايه اكتر حاجه بحب اشتغلها؟ لا، ايه اكتر حاجه بيجي لك؟ يعني كل ده بيجي يعني مع بعضه. يعني الحاله اللي بتبقى عايزه بوتوكس غالبا بتبقى محتاجه فيلر، وبعد فتره هي حاله لما تكبر شويه او كده هي محتاجه ثريدز، خيوط. انا بحب اشتغل ايه في الكلام ده كله؟ ايه بقى؟ انا بحب اشتغل جدا بوتوكس وفيلر وثريدز، لان نتائجهم اتوانس. انت بتشتغلي الحاله وانت عارفه انت لو صورتيها دلوقتي وصورتيها كمان اسبوع هيبقى شكلها ايه. الدكتور على قد قناعته بالنتيجه اللي هيوصل لها مع مريضه بيعرف يوصل له قد ايه هو هيوصل لنسبه تحسن. هو نفسه بيبقى عايز يشتغل ده لانه هيفرق. لو هتعملي بوتوكس لنفسك، انت اللي هتعمليه ولا هتخلي حد يعمله؟ انا اللي بعمله، وانا عاملاه قريب على فكره. جميله. طب دكتور، هل نقدر نستخدم البوتوكس مع الفيلر؟ ده ضروري. احنا ضروري بنقول ان احنا عندنا جزئين في الوجه بنقسمه، جزء علوي وجزء سفلي. المكان الامثل لشغل البوتوكس الجزء العلوي، لكن ممكن صحيح احط على السموكر لاينز برضو حاجات خفيفه كده لو موجوده بالبوتوكس، لكن تحت هو ده شغل الفيلر. بنعمل بيه كوركشن على النوزوليبيان، بنعمل بيه كوركشن على الماريونات اللي هو الخط اللي تحت الشفايف، بنعمل بيه رفع للخدود، بنعمل بيه رفع للجو لاين، تحديد خط الدقن. احنا ممكن نشكل حلو جدا بالفيلر. دكتوره ايمان، احنا بنشكرك وبنفكر الناس برضو ان العرض لسه موجود. أيوة. لحد يوم الخميس. دكتور ميرسي جدا، وهنطلع فاصل وهنرجع نشوف تقرير من مركز نبض مع دكتور هبه عادل اخصائي الجلديه والليزر.